ابن الجوزي يقول كلام عجيب في هذا، أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 90 و500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عنده كتاب اسمه صيد الخاطر وابن وأنا أتمنى هذا الكتاب تكتبوه وتنزلوه من المكتبة وتنزلوه من الإنترنت وتقرأوه كل يوم، اقرأ فيه صفحة صفحتين صيد الخاطر، وهو بمع هو اسم على مسمى، أشياء كانت تمر عليه وذكريات مثل كتب الذكريات، هذا هو صيد الخاطر كأنه كتاب ذكريات مرت على ابن الجوزي فقام صادها، العلم صيد والكتابة قيده فقيد صيودك بالحبال الواثقة، إن من الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها في العراء طالقة، دائما ما تمر عليك من المواقف حاول أن تحررها وأن تكتبها باستمرار، لأن الذاكرة ماكرة والإنسان يكبر وينسى، فتخرج لنا بعد ذلك ذكرياتك وتخرج لنا من مواقفك مثل كتاب فرائد الفوائد لشيخنا الشيخ ابن عثيمين، يقول جمعته من قصاصات الجرائد ومن هنا ومن هنا، طلع كتاب سماه فرائد إيش الفوائد، فصيد الخاطر كتاب جميل وكتاب جليل، ونحن نحتاج إلى هذه الأمور عند أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله. يقول ولقد درست على مجموعة من المشائخ تعددت مشاربهم وتعددت أمورهم وتعددت أحوالهم، فمنهم من كان مجلسه لا غيبة فيه وإن كان أقل علما يعظنا بعمله فاستفدنا العمل بالعلم، كما سيأتي معنا في طيات هذا الكتاب، يعني نراه أمامنا ما يحدثنا به هو ماذا هو يعمل إيش هو يعمل به، ولذلك هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال وكان هذا النوع الثاني من الذين قرأ عليه ابن الجوزي، قال وكان أكثر علما من غيره ولكن مجلسه لا يخلو من الغيبة بمسمى الجرح والتعديل، المجلس كله ساعة ساعتين كله إيش غيبة فلان 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 فلان، قال تحت مسمى إيش الجرح والجرح والتعديل، قال فما استفدت منه شيئا، وكان يأخذ أجرة على حديثه، يعني يحدث ويأخذ أجرة على إيش على قراءة الحديث. قال ونوع آخر من أهل العلم الذين قرأت عليهم وانتفعت بهم كان الشيخ عبد الوهاب الأنماطي وأبو منصور الجواليقي، هنا فوقف عند هذين الشيخين، هذين الشيخين بينهما سنتان، الأنماطي أكبر من الجواليقي، والأنماطي مات عن 76 سنة ولم يتزوج حتى مات، الذهبي في سير أعلام النبلاء في الطبقة 28 ترجم له قال الإمام الحافظ الثقة قريب الدمعة، يقول ابن أبو الفرج ابن الجوزي وكان عبد الوهاب الأنماطي وكنت أقرأ عليه وكان سريع الدمعة فانتفعت ببكائه أكثر من حديثه، مع أنه محدث مع أنه محدث وثقة، قال فانتفعت ببكائه أكثر من حديثه، قال وكنت صغير سن فكان بكاؤه يبني لي في قلبي قواعد، الله أكبر، كان بكاؤه يبني لي في قلبي إيش قواعد، إيش القواعد هذه؟ الخشية، الإخبات، الخوف من الله تبارك وتعالى، الرقة، لابد طالب العلم أن يكون عنده رقة يا أخواني، لابد لما يقرأ حديث يتفطر قلبه عند قراءة هذا الحديث، لما تمر به آية يتفطر قلبه عند تلك الآية، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا جافا ما عنده غير يجوز ولا يجوز وافعل ولا تفعل ومكروه وجائز ومحرم وواجب، ولذلك كان مشايخنا يقولون لابد أن يخلط الفقه بالموعظة، لابد أن يخلط الفقه بالموعظة، مثل ما ترون في شيخنا الشيخ محمد المختار فقيه، لكن لما كنا نحضر دروس الشيخ إلى يومنا هذا على زهاء 25 سنة أجد كل أصناف الناس يحضرون عند الشيخ، طالب العلم الذي يحمل طروسه وكتبه وقراطيسه والعامي الذي يحضر لكي يستدر ماذا دموعه ويرقق قلبه،
غايته من المجلس يريد الموعظة التي تكون إيش في آخر هذا المجلس، لأنها يعني كما يقولون يعني تجد له في تجد في قلبه شدوخا. يقول أبو الفضل بن الجوزي قال: فكنت أبني ببكائه قواعد في قلبي. قال وأبو منصور الجواليقي: وكان كثير الصمت لا يخرجن الكلمة إلا بعد أن يعد لها عدتها. ليس مهذارا وليس مضحاكا وما هي فلة أيها الفضلاء الكرام، كثير الصمت يدقق الكلمة قبل أن يخرجها. فانتفعت بهذين الشيخين أكثر من غيرهما. قال الصنف الأخير، قال: وصنف كانوا كثير المزاح والاستهتار، ولا سيما في خلواتهم، فخلى القلب منهم وضاع علمهم، ولم تنشر كتبهم بعد موتهم، وكانوا نسيا منسيا. هذه الأصناف درس عليهم أبو فرج ابن الجوزي وذكرهم.